السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الساعة 12 بالليل في قانون اسمه قانون الخدمات الرقمية الجديد تابع الاتحاد الأوروبي هيبدأ التنفيذ. ده عبارة عن إيه؟ إن منصات شركات التقنية الكبيرة هيبقى عليها غرامات كبيرة جدا 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 لو هي فشلت في مراقبة خطاب الكراهية والتضليل بشكل أقوى من اللي فات. يعني مش بس بيتحاسب إن هو نشر حاجة غلط، لا، بيتحاسب لو هو مقدرش يقفش حد من الناس نشر حاجة غلط. فأكبر شركات الإنترنت دلوقتي بتستخدم الذكاء الصناعي والتقنيات وتعين موظفين عشان تقيد الموضوع دوت، وإلا هيتفرض عليها يعني غرامات شديدة جدا. حتى لو هو مثلا في حد نشر إعلان والإعلان ده كان مضر هو هيتحاسب عليه. فده تشريع تاريخي، حاجة رهيبة جدا. هو مقصود بكل شركات التكنولوجيا، لكن التركيز على ميتا وعلى جوجل بان هم يراقبوا الاعلانات المتحيزه للعرق او الدين او الجنس. ففي سياسات واجراءات هتبقى موجوده بشكل قوي من الشركات ديت عشان تحذف اي مخالفات او اي مواد بتخالف قوانين الاتحاد الاوروبي. القانون ده اسمه دي اس اي، هيحظر استهداف الاعلانات للدين والجنس والتفضيلات الجنسيه، او والمنصات تبقى مجبره انها تكشف عن الخطوات اللي هتتخذها عشان تعالج المعلومات المضلله او الدعايه وحمايه للصغار في السن او القاصري. الكلام ده هيبدا من 25 اغسطس اللي هو النهارده. وتويتر يعني يعتبر اول الشركات اللي بدات في انها تستجيب للموضوع دوت، بتعمل حظر لسياسات الكراهيه، اي صور بتحد على الكراهيه ممنوعه تماما في الموقع ديت. وكذلك التيك توك والسناب وكل الشركات بدات توقف الحاجات ديت، تبدا تعمل حظر عليها. في الغالب القيد دوت هيبقى مشدد اكتر في الدول الاوروبيه، لكن في الدول اللي هي ما بتمنعش الموضوع دوت مش هيشددوا فيها. تمام. التيك توك عينت 1000 موظف عشان تمتثل للدي سي، لان عندها كميه داتا كتيره جدا فيخافوا ان في معلومه تتسرب. وكذلك الويكيبيديا كله بدا ان هو يعين ناس متخصصين لكده، وبدا ان هو يستخدم الذكاء الصناعي في حل المشكله دي عشان ما يحصلهمش ممكن يتمنعوا مثلا من دول كتيرة وده هيخسرهم كتير.